أحسن الله إليكم، ويسأل: كيف يطلب طالب العلم العلم؟ هل بقراءة المطولات أو بحفظ المتون؟ يطلب العلم بالتدريج على يد العلماء، يبدأ من المختصرات يحفظها، فالمتوسطات، فالمطولات، شيئا فشيئا، ويكون هذا على أيدي أهل العلم، لا يقتصر على المطالعة فقط، بل يكون على أيدي أهل العلم يحللون لها هالمتون والعبارات التي عقدت في المتون، لأنها مختصرة لأجل الحفظ، يحتاج إلى من يشرحها ويوضح. والمتون مهمة جدا في العلم، لا يدخل الإنسان العلوم إلا عن طريق المتون، لأنها مداخل وأصول للعلم، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. وكونه ما يحفظ من المتون شيء ويروح ويقرأ في المطولات، هذا لا، ليس هذا طريق تعلم، هذا طريق ضياع. مثل اللي يدخل في المفازة وهو ما يعرف الطريق، لو أن الإنسان سافر ودخل في مفازة وهو لا يعرف الطريق يهلك فيها. كذلك هذا الذي ما أخذ الأصل ولا أخذ، سار مع الجادة المسلوكة وراح يقرأ في المطولات والخلافات، هذا يضيع أو يضل، قد يضل أيضا ويعتقد اعتقادا فاسدا، قد يقع على كلام باطل فيظنه صحيحا فيعتقده. نعم.